السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. هنبدأ النهاردة حلقة جديدة في الدرس الثالث. بنبدأ بنتكلم عن عناصر كل مجموعة رئيسية. هناخد النهاردة 7A أو 7A، طبعا ديت تسمى بالهالوجينات. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في قناتي مصطفى رجب خبير العلوم عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله، تعرفوا زمايلكم عشان يستفيدوا من الشرح. سيفن ايه او المجموعة السبعة، طبعا ده هنتكلم عنها باستفاضة النهاردة. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن 1A وسميت بعناصر الأقلاء، وقلنا عناصر أقلاء لماذا سميت هذه المجموعة بعناصر الأقلاء، لأن كل ما يذوب منها في الماء يعطي قلوي، ودينا معادلة بتاعة الصوديوم. قلنا الصوديوم لما يتفاعل مع الماء بيدي هيدروكسيد صوديوم وهيدروجين. نفكر نفسنا كده بالمعادلة تاني، بنقول الصوديوم لما يجي يتفاعل، ان المعادلة مهمة جدا معانا لغاية ما نخلص ثانوية عامة، صوديوم زائد مية اتفقنا بدي قلو، ان سميت بالأقلاء لان ما يذوب منها في الماء يعطي قلو. طبعا بنبدأ بمبدأ كسر كسر روابط المواد المتفاعلة. طبعا المية H و OH زي ما قلناها المرة اللي فاتت، بنعيدها لأهميتها بسرعة. الصوديوم أيون موجب معروف من أولى إعدادي. طيب الصوديوم مع الهيدروكسيد بيديني هيدروكسيد صوديوم، يبقى فعلا اداني قلوي اهو، لأن اتفقنا إن القلوي ما ينتهي بـ OH، الحمض ما يبدأ بـ H، الملح لا يبدأ بـ H ولا ينتهي بـ OH، زائد الهيدروجين. طبعا الهيدروجين ما ينفعش يطلع بهذه الصورة او يتصاعد بهذه الصورة، اذا هنضرب المعادلة كلها في 2 علشان المعادلة تكون موزونة وينفع غاز الهيدروجين يتصاعد، كلها 2 اهيت. يبقى الوقت هناخد 2 عامل مشترك NaOH زائد غاز الهيدروجين ايه يتصاعد. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا قلناها في الحلقة اللي فاتت. النهاردة بقى نركز على 7A. 7A سميت بالهالوجينات، والهالوجينات معناها ما معنى هالوجين؟ الهالوجين مادة تتفاعل مع الفلزات وتعطي او عناصر تتفاعل، سميت بالهالوجينات لأن عناصرها تتحد مع الفلزات وتعطي ملح. تاني، لماذا سميت الهالوجينات بهذا الاسم؟ لأنها تتحد مع الفلزات وتعطي ملح. طبعا هنبدأ ناخد 7A وبالتدريج كده أو بالترتيب: F2 Cl2 Br2 I2. ايه اللي انا مرتبه ده؟ ده ترتيب العناصر حسب درجة نشاطه، يعني الاعلى هو الاكثر نشاط، الاعلى يستطيع ان يطرد الاقل منه او الاسفل منه او اللي تحتيه بمعنى اصح. يعني الفلور ممكن يطرد الكلور في محلول املاح، الكلور ممكن يطرد البروم، البروم ممكن يطرد اليود وليس العكس. يعني اليود ما يقدرش ايه يطرد البروم، البروم ما يقدرش يطرد الكلور، اليود ما يقدرش يطرد الايه الكلور. نشوف هذا الكلام. يبقى هنا عندي فلور كلور، ده العناصر بتاعتها المكررة علينا، بروم يود. لازم نحفظ هذا الترتيب لانه مهم. ليه مهم؟ نبدأ نشوف. بيجي يقول لي في الامتحان اكتب معادلة تفاعل البروم مع كلوريد الصوديوم.
ونركز قوي في الكلام اللي مكتوب. طبعا ديت بيديها لي عشان يشوف انا عارف الرموز ولا لا. طبعا البروم معروف ان هو في الصورة جزيئية BR2 زائد كلوريد الصوديوم NaCl. طبعا بنحط هنا ايه؟ 2. طيب هل البروم انشط من الكلور؟ لا، اقل النشاط. يبقى المعادلة دي اجابتها ايه؟ لا يحدث تفاعل، لا يحدث تفاعل. طبعا ناخد بالنا قوي قوي من هذا الكلام. يا ترى البروم انشط من الكلور؟ لا، ده يقع اسفله، اذا لا يحدث ايه؟ تفاعل. نيجي نشوف معادلة تانية تفاعل، نكتبها برضو كتابة بالكلام. تفاعل الكلور مع بروميد البوتاسيوم او الصوديوم. طيب نشوف المعادلة دي كده بالراحة. كلور Cl2، نركز عشان نبقى شاطرين في الكيمياء لان ده جزء مهم جدا في السنوات الجاية. عندنا Cl2 زائد KBr. طيب طبعا هنا هنحط 2 عشان وزن ايه المعادلة. نبدأ نشوف يا ترى الكلور انشط من البروم؟ يطرده، يعني هيطرد. يطرد ويطلع ويحل محله مين؟ الكلور. يبقى 2KCl زائد BR2. نركز قوي في المعادلات دي. طيب المعادلة التالتة تفاعل اليود مع بروميد الصوديوم. نركز كده في الإجابة. اليود، نكتب المعادلة بالطريقة العادية خالص بتاعتنا، اليود اهو زائد NaBr. طبعا هنا 2 في بداية الايه معادلة، 2 قدام بروميد الصوديوم. هل اليود اركز قوي في المجموعة اللي قدامي، يا ترى اليود اكثر نشاطا من البروم؟ طبعا لا. هل يقدر يحل محل البروم؟ لا ما يقدرش، اذا لا يحدث ايه؟ تفاعل. يبقى بجيلها حاجات كتير في الامتحان، يا اما معادلات كتابية كده او كلامية بلغة الايه الكيمياء، يا اما بيديني معادلة ويقول لي اكمل. طبعا اي معادلة ويقول لي اكمل لازم اركز قوي في الخصائص او الكلام اللي احنا قلناه. ده بالنسبة للمجموعة الهالوجينات. طيب بالنسبة للعناصر الانتقالية، العناصر الانتقالية طبعا في معلومات وبيانات بتيجي عليها. تبدأ من الدورة الرابعة، تفصل يسار الجدول عن يمين الجدول. يبقى في معلومتين اهم، عدد الأعمدة فيها 10 عناصر او 10 أعمدة. في مجموعة فيها اسمها المجموعة التامنة، بيسموها ثلاثيات مندليف. المجموعة التامنة ديت نظامها ان احنا ناخد بالنا منها، لان لما نيجي نصنف العناصر او نحدد مستويات الطاقة احيانا زي الارجون، وده في ناس بتقع في خطأ كتير فيه، 2-8-8. طبعا هيجي يقول دورة الايه التالتة، هيجي يشوف عدد الالكترونات المستوى الاخير كام؟ 8. في ناس بتغلط كتير ويقول للمجموعة التامنة، طبعا دي غلط. المستوى الاخير 8 يعني المستوى الاخير مكتمل، يعني ده عنصر خامل. يبقى ما نيجي نتكلم هنا هنقول الدورة الافقية الثالثة، وهنقول ايه المجموعة الصفرية. مجموعة الصفرية، ما نوقعش في اي اخطاء هنا بالنسبة لايه للمجموعة الصفرية او مجموعة زيرو زي ما هي مكتوبة في الجدول او مرسوم. طبعا العناصر المجموعة الهالوجينات خلصناها. المجموعة الصفرية طبعا بتبدأ بهيليوم، ناخد بالنا من الكلام، هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، ودي لازم ايه نعرف على الأقل الأربع عناصر الأولانيين. خلاص، ليه الأربع عناصر الأولانيين؟ أحيانا بيجيب لي أمثلة منهم
من العناصر ايه المجموعة الخاملة او المستوى الاخير ايه مكتمل. طبعا دي ميزتها انها لا تشترك في تفاعلات كيميائية ولذلك لا تفقد لا تكتسب لا تساهم، اذا تكافؤها صفر. يبقى ممكن نقول علل تكافؤ المجموعة الصفرية صفر، تكافؤها صفر. سؤال مهم برضو بيجي في الامتحانات، علل تكافؤ المجموعة الصفرية او سمية المجموعة الصفرية بهذا الاسم او تكافؤ المجموعة الصفرية صفر او ليس لا تكافؤ، لان مستواها الاخير مكتمل فهي تعليق ده مهم او لا تفقد لا تكتسب لا تساهم. إذن شرط التكافؤ ما عادش موجود، لان لما بتفقد واحد احادي تفقد اثنين ثلاثي، تفقد ثنائي تفقد ثلاثة ثلاثي، تكتسب واحد احادي خلاص وهكذا. ساهمت بواحد احادية، ساهمت باثنين ثنائية، ساهمت بثلاثة ثلاثية. طب هي لا تفقد لا تكتسب لا تساهم، إذن تكافؤها ايه؟ صفر. إذن تكافؤها صفر. في بعض زمايلكم كانوا طلبهم ازاي نعرف موقع العنصر من العدد الذري او من عدد الدورات. يعني ممكن في اسئله كتيره موجوده فعلا في الامتحانات يقول لي عنصر مهم جدا السؤال ده يقع في الدوره الرابعه، ممكن يقول لي تكافؤ ثنائي مهم او السؤال ده، وممكن يقول لي المجموعه 2A. طبعا مجموعة 2A واضحة سهلة. احيانا بيقول لي تكافؤه ثنائي، تكافؤه ثنائي يعني ايه؟ مستوى الاخير بينتهي بايه؟ باتنين. يبقى الدورة الرابعة بعمل اربع مستويات طاقة. معروف ان التوزيع الالكتروني من السنة اللي فاتت 2 8 8، المفروض الاخير بيعتمد على الرقم ده بقى. لو قال لي احادي او 1A بحط واحد خلاص، لكن قال لي هنا 2A يبقى احط هنا 2 خلاص. طبعا ده هنا النواة. طبعا لو عدينا بقى كده يبقى احنا ممكن نجيب العدد الذري من مستويات الطاقة والمجموعة. يبقى دلوقتي حسب ما هو بقول لدورة رابعة بكتب الدورة الرابعة برسم الايه مستويات الطاقة. يبقى انا عندي هنا 2 8 8 2، اذا العدد الذري كام؟ العدد الذري 20. طبعا برضو بعض زمايلكم طلبوا حل امتحانات ان شاء الله الفترة الجاية، ممكن هنجيب محافظات ونحل الاسئلة اللي موجودة في هذه المحافظات، لان دي برضو طريقة كويسة مش وحشة. خلاص طبعا هنا نكتب عناصر مجموعة في الجدول اللي كان هنا موجود، هنا فلور، هنا كلور، هنا بروم، وهنا ايه؟ يود. خلاص طبعا ديت في حالة نشطة بنحط لها 2 بس، المفروض ما تتحطش ايه الاتنينات هنا في الجدول، ولذلك افضل ان انا اشيلها. ولكن في ما نطلع مجموعة الواحدة كده بنحط الايه ان هي في صورة ايه جزئية عشان ما نلخبطش نفسنا هنا في الجدول الدوري. يبقى هنا كعنصر موجود اف، وهنا كلور، وهنا بروم، وهنا ايه يو. بكده ان شاء الله حلقتنا تكون انتهت باذن الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا وتابعونا على اليوتيوب مصطفى رجب خبير العلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.